والله هي الاصول يعني تجي على الوكيل، الوكيل يجيبها ويجمع الكربونات ويوزعها هون على المناطق، كل واحد يصير على بيته. ايه حاليا ماكو يعني ما يجيبون. ايش طالب؟ والله نطالب يرجع الغاز على الوكيل، الوكيل هو يوزعه على المناطق وكل على البيت، كل حصته تصل لي من البيت ماله. بالمحطه شو المعاناه؟ بالمحطة الزحام ما يحصل بالهاي، يعني كله وكلاء ينوكا، يعني مواطن ما يقدر يحصل، بس الوكلاء. عشان ما يقصر النسوان والكبار والصغار ما يحصلون، يقفون السيرة من الساعة 5 الصبح ما يحصلون، يجي الوكيل يستلم ويخليهم واقفين على السيرة. والله لو يرجعون على الوكلاء أحسن، زين هاي البنزيخانة بهدلة جلي كانت، ولو أكلوا ماكو أو يطردوهم من البنزيخانة بهدل العالم، يعني هي ما يريد وايد. زين قابل كانت على الوكلاء فلا مرتاحين، يجي للبيت ما البيت لي يم الوكيل، يعني ما يتعب كثير. هسه وين هو يجمع استنساخ الهويه نطنو هي، هو كامل يجيب بالدنبر، نحن كل واحد اسمه موجود يستلم حاليا لا الوكيل طلع منه ما صرف له. زين والبانزي خانه هذول يريدون ياخذون حصتهم خطيه، تعرف انت شو ما تاثر هاي العالم تجتمع، يجي ابو سياره يجي موتور سريع، وهذول يدفعون بالنساء يدفعون بالاطفال، حوادث ولو يحصل او ما يحصل ينطرد ينهان. نطالب سيد المحافظ يرجعها على الوكيل، نطالب الوزارات يرجعها على الوكيل، هو يبدلها ب 25 و25 كلها عاد تنطي، بس معه ماخو. رايك بآلية توزيع النفط الابيض؟ والله النفط الابيض هسه حاليا مليحه، بس على الوكاله احسن من بنزيخانه. والله بنزيخانة كل يوم وحليهم مرتين ثلاثة انو حليهم ماكو، كل ما يقولون ماكو يا اكو يا ماكو. هذه قبل الشوك كانت؟ والله قبل احسن الشوك. والله كانوا بسرعة بصول نظام يوزعون عادي يمشون على الوكيل. قصدي على الوكيل هسه الوكيل احسن على البطايق. الوكيل كان يجيبه يجيبه اللي عندنا وياخذ فلوسه وهذا. الشوكات الآلية التوزيع الناس تروح سرة عند الوكيل ويصير يجي ابو الغاز يوزع لهم كل من حصته. ماكو هسه غاز، ماكو ما وزع يطلب، ماكو غاز. ما تاثر على المساحه؟ اكيد تاثر، اكيد تاثر. شو ما تاثر؟